صباح الخير مشاهدينا مجدداً. لقاء الأخير لليوم ببرنامج يوم جديد بجمعنا مع منى عبد الرحيم سانتا لنحكي أكثر عن الهيبنو بارنتينج، قديش مهم وقديش بالفعل كل أم وكل بي مضطرين هلأ يتسمروا أمام شاشات التلفزيون لحتى يسمعوا بالفعل شو بدها تخبرنا أكثر الاختصاصية عن هالموضوع. صباح الخير لك واهلا وسهلا فيك منى عبد الرحيم سانتل. صباح النور. اليوم بدنا نحكي عن الهيبنو بارنتينج، قديش نحن بنفكر يمكن انه الهيبنوز مهمه بس للكبار وللعلاجات اللي يمكن بنكون عايزينها نحن الكبار، بينما يمكن مش من كثير زمان صارت العالم تعرف وصارت واعيه اكثر قديش حتى عند الصغار هل طريقه العلاج مهمه كثير. مزبوط. مرسي كتير لليوم. والعلاج مهم كتير، بس أهم من هيك واللي بدي أحكي عنه اليوم هذا الهيبنو بارنتينج، مش إنه الأولاد بدهم يجوا على العلاج، نحن عم بنعلم الأهل لعندهم. عم بنعلم الأهل إنه تما يجوا لعنا نحن بدنا إنه الصغار prevent إيه مزبوط إنه تيكونوا تيحكوا معهم بطريقة إيجابية، تيعرفوا كيف عم بيأثروا على أولادهم، تما يضطروا لما يكبروا يجوا لعنا لعلاج. نحن حكينا كتير عن الإبنوز بالماضي، والإبنوز ما صارت يمكن كانت تخوف بالأول وكان الناس يقولوا شو هيدا وهيك شيء، بس بفتكر إنه عرفنا عليها كتير ومع النقابة يلي صلنا من 2013 يمكن عم نحكي بالنقابة وأهميتها بلبنان، صرنا نعرف إنه الإبنوز ماشي بيخوف وشي كتير طبيعي هلأ، بس نحن كمان بنعرف إنه الإيحاء أو الكلمات قد إيه بيأثروا على الشخص، خصوصا لما الحدن بيكون بالعقل الباطني تبعه. شو يعني العقل الباطني؟ يعني لما يكون مثلا عم بحس بشي، إيه عم خايف مثلا أو مبسوط كتير، كل ما حدن يحس أكتر كل ما عقله الواعي بيفكر أقل. يعني مثلا كنتي مغرومة شي مرة كتير أكيد الواحد بيقدر يفكر بمنطق سليم؟ أكيد لا. والأولاد كمان لما يكونوا خايفين، لما يكون في شي مثلا بالمدرسة صار أو حزنوا على شي، كمان ما بيفكروا بطريقة سليمة. بقى نحن بدنا نعلمهم للأهل قدمهم بهاللحظة يحكون بطريقة إيجابية. أكيد منعرف ومنه شي بقى مخبى على الكل قديش مهم الإيجابية بشكل عام. بقى كيف إذا عم نربي ولد وعم ندمره أو عم نحكيه بشكل سلبي أو عم ندوي على الأمور الغلط اللي عم بيعملها، أكيد منكون عم نحد من طموحه، منكون عم نحد من أنه احتمال أنه يتقدم أو يتخلص من عادة مثلا هو بدنا يتخلص منها. دايما البوزيتيف رينفورسمنت هو مزبوط المهم. بأي عمر فينا نبلش نحكي لأولادنا ونخبرهم إشياء حلوة ليصدقوها ولا يتقدموا بحياتهم؟ من أول نهار يعني، لا حتى خليني غير حتى هنا ببطن الأم. ليه؟ لأنه بحسوا ونحن بنعرف من دراسات كتير اليوم إنه الولد بحس ببطن طبعاً. أمه بحس بحزن مثلا، بحس كمان بستحزن بينبسط بالموسيقى بس تسمع موسيقى مزبوط، كل هيدول الأشياء فينا نعملها. وكمان طبعا بيسمع الأصوات، يعني إذا في صراخ كتير برا بالبيت الجو مش حلو كمان بيخاف بقى، كل هيدول الأشياء بتأثر على الولد. هلأ بس يولد الولد من أول نهار فينا نحكي بطريقة إيجابية حتى إذا بعده ما عم يفهم الكلمات. ليه؟ لأنه نحن بنعرف إنه البادي لانجويج أهم من الكلمات يلي منقولها. صح. يعني أنا إذا بقول شيء بس ما عم فرجي باللغة الجسدية إنه قصدي نفس الشيء، ما يعني الواحد ما بيصدقها. بقى كتير مهم مع الأولاد إنه نفرجيهم، مش بس نحكيهم بس كمان نفرجيهم، نسمع لهم، نعطيهم هالوقت والأهمية يلي بدهم إياها. نعم أكيد دور المدرسة كمان بيلعب دور كتير مهم، من هيك كمان الجسم التعليمي لازم يكون واعي له مزبوط أهمية هيدا الشغلة. نحن العلم هالدورات اللي بنعملها للأهل
وكمان للمدارس يعني للمعلمات وكل هيدول الاشياء للاساتذه انه يعرفوا كيف يركزوا على الاشياء الايجابيه مش على الاشياء السلبيه. و صحه يركزوا على الاشياء الايجابيه وبس نركز على شيء رح مثل ما قلتي هيدا البوزيتيف رينفورسمنت هيدا كثير مهم انه نعطي للولد الفكره انه انت بتعرف شو عم تعمل. بدي أعطي بس كذا مثل اليوم كم مثل بس تنعرف. خليني بلش بقصة صغيرة يمكن أكترية الأهل بيعرفوا. الولد بيجي على البيت بيكون جايب علاماته وبتطلع على على الكارنيه وبقول إنه يي 99 197 95 99 146. شو هال 46؟ ليه جبتي 46%؟ بس مامي أخذت جبت 199 وكل هيدول. طيب هيدول لازم تجيبيهم بس ليه هال 46؟ بنكون احنا بنكون عم نركز بس على هالشغلة. وفي شغلة عملوها دراسة عملوها بأمريكا قالوا للأهل ما تركزوا على الأشياء السلبية ركزوا على الأشياء الإيجابية ركزوا على العلامات المنيحة الحلوة. مش إنه لما بنقول هيك ما رح ننساهم ما رح نقول خلص بنغمض عيوننا وما بنحكي فيهم بس ما بنركز عليهم. هيدا هو الفرق. وعملوا هالدراسة وقالوا للأهل ركزوا على الأشياء يعني شجعون إنه منيح جبتي 100 هون و99 هون وهيدول الأشياء. بعد 6 أشهر بس 6 أشهر نص سنة الأولاد بفتكر 87 أو 89% من الأولاد العلامات اللي كانوا مثلاً D و E و F هونيك بأمريكا صاروا 2 grades better يعني تحسنوا بدرجتين. أي بس تنشوف قدي لما الواحد يركز على الأشياء يشجع الولد بأشياء إيجابية قدي الجواب بيكون إيجابي كمان. نعم هيدي نقطة كتير مهمة ومنتابع كمان نعطي تيبس للأهل يلي عم بتابعونا. كمان شغلة كتير مهمة إنه نحكيهم بطريقة بالبوزيتيف مش بالنيجاتيف. يعني شو نحن عقلنا كيف بيشتغل؟ عقلنا كل ما قل لك كلمة عقلك بيعمل صورة من هالكلمة. So إذا بقول لك هلأ ما تفكري بكلب زهر شو الصورة اللي بتجيكي؟ كلب زهر. ما فينا ما نفكر بشي. سو كتير مهم انه لما بدنا انه الولد يعمل شي نقول له شو يعمل مش شو ما يعمل. نقول له فكر بكلب اسود يعني مثلا يعني كتير مرات مثلا نسمع اهالي بيقولوا انتبه رح توقع. اوكي هالكلمة رح توقع قديه عم بتخيل حاله واقع هو إيحاء. نحن عم نحكي عن الإبنوز كيف exactly. الواحد لما وخصوصا هلا اذا هل ولد بيكون بحاله ايموشنال يعني عم بيحس عم عند مثلا خايف او شيء بهاللحظه كل كلمه بتاثر عليه اكثر كثير من ما يكون لما هو واعي. اكزاكتلي exactly. بدنا يعني ننتبه نقول له مثلا أنا بعرف إنك صرت كبير وبتعرف كيف تمشي مظبوط وبتعرف مثلاً. تمشي وبتعرف تنتبه إنه هيدول الأشياء بدل ما نقول أوعى رح توقع. Exactly. إيه؟ بقى هيدي كمان شغلة كتير كتير واحد بده ينتبه على كل كلمة عم تطلع من فمه. إيه إيه. بالفعل هو هيك يعني التربية. إيه. بقى أنا كتير هلأ مركزة على هالبروغرام لأنه عم بنقول كتير عم بيجونا أولاد أو مش أولاد كبار أدوليسان أو وكل ما نرجع على وين بلشت المشكلة وين أساس المشكلة بتكون كوانت بالطفولة بنكون أول 5 سنين من الطفولة. سو خلينا نشتغل بالطفولة بطريقة إيجابية تما يعوزوا يرجعوا يعملوا هالعلاج بالمستقبل. أكيد هيدا الأهمية بالأشياء اللي عم بتقوليها. قديش عن جد فينا نتوقع وفينا نكون عم نخلق شباب حياته النفسية صحية أكتر مزبوط. لأنه انتبهنا وكنا واعيين أنه من عمر 6 سنين وما دون عم نكون له شخصيته عم نكون له مستقبل مليء بالعقد إذا كنا نحن سلبيين ومليء بالطموح والبوزيتيفيتي والإيجابية إذا نحن كنا عم نعرف شو نقول مزبوط. وما في حس بهالطموح وبهالبوزيتيفيتي بهالإيجابية إذا نحن بنضلنا نلاقي شيء غلط فيه صح. أوكي سو كمان شغلة كمان تب كتير مهم
إذا حدا إذا أهل بدهم إنه الولد تبعهم يتغير أو يغير شغلة يحكوا بالشغلة مش يحكوا بالشخص. يعني أنا ما حبيت كيف عملتي هاي الشغلة بقلك إنه هيدا ما كان حلو، ما بقلك أنت مش منيحة. يعني بدنا نفرق بين الشخص والعمل أو الولد والعمل. وكمان إذا بدنا إياهم يعرفوا ويحسوا إنه بدهم يغيروا شيء، بدهم يتحسنوا بمثلاً بالمدرسة أو شيء، بدنا نقول لهم إنه هن مثل ما هن they are okay. بس قول لا، بس قلك إنه أنت منيحة مثل ما أنت، بتحسي بشجاعة، بتحسي بقوة، بتحسي إنه تقدري تعملي الأشياء، بنفس الوقت بتحسي انه انا بقدر، انا بدي غير شيء، انا بقدر غير شيء. بس اذا انا قلت لك انه انت مش منيحه او شوفي اختك كيف احسن منك، هيدا كمان كتير بيصير مقارنه كتير. شو عم بقول؟ عم بقول لك انه انت مثل ما انت، ما بحبك، ما بدي اياكي، مش منيحه، you're not okay. سو نحن بدنا نقول للولد طول الوقت انه you're okay مثل ما انت، بس في شغله فينا نحسنها، خلينا نشوف كيف. وفي كتير كتير أكتر تبس طبعاً هون على الهوا، بس عم بحكي بكذا شغلة مهمة كتير. بس طبعاً كتير في أشياء يلي الأهل فيهم ينتبهوا. نعم. ينتبهوا يعني من كل اللي عم بتقولي، يمكن نحنا عن جد كأهل منعرف أنه بمطرح من المطرح منكون عم نعمل صح، بمطرح من المطرح منكون عم نخطي، أكيد في أشياء حلوة. يعني ما فيها ولا أم هلأ تكون عم بتتابعنا وتقول طب ما أنا ما عندي ولا شيء إيجابي ابني بيعمله لحتى ركز عليه. هذا شيء مش معقول. أكيد كل حدا عنده شيء إيجابي منضوي عليه، ساعتها بيتحول عن جد ل يعني شخص إيجابي وطموح. إذا كثير قلنا له نو 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 بعمر كثير صغير، بنكون عم نحد من طموحه بالمستقبل كمان. تعرفي الكلمة نو واحدة من قدام مأزية وأكتر شيء، يعني ما بعرف قدي بالمية، بس من أكتر الكلمات يلي بيسمعوها الأولاد الصغار. صح. منحط قدامهم إشي ما لازم يدقروها ومندل نقلن نو. مزبوط. بدل مزبوط. ما نخلق لهم سبيس فيهم يكونوا موجودين فيه بدون ما نسمعهم هالقد. ونعلمهم كمان هال responsibility إنه هن ياخدوا قرار ويعرفوا يتصرفوا بطريقة معينة. نعم. أكيد بتذكر كل المشاهدين منى إنه فيهم يتصلوا فينا بآخر كم دقيقة من هذا اللقاء، يتواصلوا معنا على 01-491-702، رح يمرق على الشاشة الرقم لطرح أي سؤال عليك. قديش بعدنا نحن منى حاملين يعني مدارس خاطئة من أهلنا من جدودنا، إيه؟ وقديش فينا نتقدم مع الأشياء اللي عم تقوليها أنت؟ نحن أكيد بنحمل أشياء وبنعمل أخطاء وهيك شيء، بس في كمان شغلة بدي أقولها قبل ما يمكن حدا يفكر طب أنا شو عملت أغلاط مع أولادي. كلنا، أنا أم وأكيد كمان أنا عملت أغلاط، بس نحن ما بدنا نلوم حدا وما بدنا نقول إنه هيدي غلطة الأهل أو شيء. الأغلاط بتصير لأنه نحن يعني هيومن، ما إنه منعمل أغلاط. نحن منعرف إنه الولاد هن متعرضين للأهل وللمدارس أكترية الوقت لما صح. يكونوا صغار. بقضوا وقت بقى إذا بدنا نسميهم أخطاء، أنا ما بحب هالكلمة غلط أو شيء، لأنه ما عم نعمل شيء بقصد. كل أم وكل بي أنا متأكدة إنه عم بيعملوا الشيء اللي شايفينه منيح، اللي شايفينه أحسن شيء للولد تبعهم. مرات ما بنعرف ومنأذي الولد بدون ما نعرف. أوكي، بقى هيدي كتير مهم إنه ما حدا هلأ يلوم حاله أو يقول إنه لا شو عملت وشو عملت غلط. معلي، وفينا نغير، فينا نغير حتى إذا تعلمنا نحنا مثلا من أهلنا، تعلمنا من 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 بيي، من جدي، مثل ما عم بتقولي إنه كل هالأشياء اللي تعلمناها. الكتير مهم كمان إنه نتغير ونقول طيب شو تغير بهالحياة اليوم. وفي كتير أشياء مثلاً بسمعها إنه نحنا كنا لما كنا مثلاً بعمري، في كتير ناس بيقولوا نحنا كنا نلعب، كنا نحكي مع أشخاص، كنا يعني مع أصحاب، ما كنا نقعد على الآيباد طول الوقت أو على التليفون طول الوقت. كنا نلعب بالفوتبول، ما كنا نلعب بالفيديو جيمز وهيك شيء. مزبوط مزبوط، بس في شيء تغير.
ونحن كأهل كمان لازم نتغير، ما فينا بس نقول الأولاد لازم يتغيروا. صح. إيه؟ اليوم المدارس صار بدهم آيباد أو بدهم كمبيوتر، طرق والولد والمناهج تغير. إذا أنا بدي قاسس الابن وبدي أخذ له الكمبيوتر لأنه بقول لا ما في كمبيوتر، بيكبر ما عنده فكرة كيف يستعمل الكمبيوتر، ما راح يلاقي شغل بهالأيام. راح ناخذ أول اتصال. صباح الخير، أهلا وسهلا، يعطيك العافية. شكرا كثير لاتصالك، تفضلي حضرتك على الهواء. نعم، بدي أسأل لو سمحتي الأستاذة إنه مثلا إذا صفة خلينا نقول مثلا افترض الكذب أو هيك إنه متعلقة بالولد، وفينا نقول إنه متعلقة بجينيته أبدا أبدا ما في يتركها، إنه في طريقة يعني لحتى يقدر الولد يترك هالشيء هيدا إذا كان متأصل فيها مثلا عمره شي 11 سنة ولا ممكن يترك هالصفة؟ ولا ممكن يترك عفوا هالصفة انه متمسك فيها، يعني هي تيتا مثل ما بيقولوا متعلقه فيه متغلبه. صفة اوكي. بس لانه ما عم نسمعك كثير منيح. اوكي صفة. يعطيك العافيه، اهلا وسهلا فيك. طفل متعلق بصفه معينه، يعني عاده معينه عم بيقوم فيها وعمره 11 سنه، ممكن يقدر يتخلص منها؟ أكيد أكيد ممكن يتخلص منها. هلأ نحن بالعلاج طبعاً شو بنعمل؟ بنشوف شو أساس هالغلطة أو هالعادة أو ليش تعود الولد بهالعادة. هلأ ما فيني أقول هيك على الهواء، طبعاً بدنا نعرف شو هي العادة، بس بقدر أقولك إنه 11 سنة أكيد أكيد يعني بنقدر نعمل كتير It's أشياء. never too late. It's never too late. يعني حتى 50 سنة 80 سنة It's never too late. دايما في شيء حل. إذا بدنا نحكي مع الأهل وبدي أقولك شو اللي أنت فيك تعملي، بدنا نشوف شو هي هالعادة، شو المنيح يلي عم شو الفايدة تبعت هالعادة، لأنه نحن ما بنعمل شيء إلا عم بيفيدنا بطريقة معينة. صح. يعني حتى إذا بدنا نروح هلأ نشوف، لنقول حدا بيدخن أوكي سيجارة، بعقلنا الباطني يلي ما بيعرف الفرق بين الحقيقة والخيال، ما بيعرف إنه هالسيجارة يلي بلشت كشي يلي فادتني صارت عادة وأنا بعدني بفتكر إنه عم بتفيدني. إيه؟ يعني لا العقل الباطني هالسيجارة عم بتفيدني، ليه؟ لأنه يمكن عطتني أو عطتني بوقت معين عطتني فيلينج إنه هلأ صرت كبيرة، صرت ساتيسفايد، صرت حدا بيحبوني، صار عندي أصحاب. سو كل عادة للمدام يلي هلأ حكيت، كل عادة إلى سبب. وفينا كمان كأهل كتير مهم إنه نسمع ومش نقول لا 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 هيدا ما تحكي هيك أو يعني نسمع لهم للولاد، لأنه إذا بنسمع لهم مزبوط ولما بنسمع لحدا بدنا نتسمع على الولد، بدنا نتسمع بدون ما نقول له شو لازم يعمل، هيدا خليه هو يوصل لنتيجة اللي نحن بدنا اياها بدون ما نفرضها عليه. وهيدا الشيء كتير مهم، يعني بدي اقوله لكل الاهالي انه بليز اسمعوا شو اللي بده يحكيه الولد بدون ما تعملوا جادجمنت، شو اللي بدون ما نحكم، بدون ما تحكموا. بس نحكم خلص الولد ما رح يحكي بقى خلينا نتسمع ونشوف شو الموضوع. انا بدي اتشكر حضورك كتير منى عبد الرحيم صندر، اكيد على امل لقاءات اخرى بنحكي فيها كمان بأمور بتهم كتار من اللي عم بتابعونا. أكيد أكيد. شكراً لإلك. شكراً شكراً لإلك وشكراً للاتصال كمان. أهلا وسهلا فيك. فاصل ومن نودعكم من برنامج يوم جديد، مشاهدينا خليكم معنا.